نستعرض مع حضراتكم الآن فيلما تسجيليا حول الحوار الوطني. يوم 26 ابريل السنه اللي فاتت الرئيس دعا لحوار وطني بين كل المصريين، سياسيين، شباب، مثقفين، جمعيات اهليه، فلاحين، عمال، طلبه، كل الفئات، عشان الاول والاهم من ان احنا نوصل لاولويات ان احنا نتكلم مع بعض. ثامنا، تكليف اداره المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافه التيارات السياسيه الحزبيه والشبابيه لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصياً مع وعد بالقيام بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. قبل دعوة الرئيس كان الجسور بيننا متقطعة. الحوار الوطني في خلال سنة كان هدفه أنه يفتح الجسور ويفتح الأبواب اللي كان بعضها مغلق. جلسات الحوار الوطني فيها عدد كبير جدا من القضايا، قضايا اقتصادية، سياسية، اجتماعية، شبابية، كل أنواع القضايا. ربنا يوفق المشاركين في الحوار كلهم إنه يعبروا عن الناس بحساه، عن مشاكل الناس، يوفقهم في الوصول لحلول عشان الناس تحس بالراحة، تحس إن الحوار ده له قيمة وله معنى. إحنا المستثنى من حضور هذا الحوار بقرار بالإجماع من مجلس الأمناء هو كل من مارس عنفا أو شارك فيه أو حرض عليه أو هدد به، ولدينا جماعة الإخوان في مقدمة من فعل هذا وهي مستبعدة من الحوار بحسب قرار المجلس. الفئة الثانية المستبعدة من حضور الحوار كل من لم يقبل ولا يقبل أساس الشرعية والحكم في البلاد وهو دستور مصر 2014. إحنا متفقين على حاجة واحدة، مصلحة البلد ده، أولويات الشعب ده، وإن كل واحد فينا يجتهد فيما يستطيع أن يقدمه. مهم الحوار الوطني ده يحط قواعد لاختلافنا، لطريقة تعبيرنا عن اختلافنا، لأهدافنا اللي أنا متأكد في السنة اللي عدت بالكامل ما شفتش حد وكل المشتركين في الحوار بكل أطيافهم واختلافاتهم مختلف على الأهداف النهائية. احنا عندنا 6 موضوعات في المحور المجتمعي. أول حاجة فيهم هو طبعاً قضية التعليم، المحور الآخر هو قضية الصحة، ثم قضية الأسرة والتماسك المجتمعي، قضية الزيادة السكانية، قضية الثقافة والهوية الوطنية، وآخر حاجة موجودة فيهم هي قضية الشباب. أنا عايز أطمن المواطن البسيط إنه الحوار ده هو السبيل، هو الطريق. إذا كان هناك متاعب، معاناة بيواجهها، يعني الفلاح في أرضه، العامل في مصنعه، كل هذه الشرائح اللي بيتكون منها المجتمع، الحوار ومدام بنتكلم في قضايا تخصهم بالتأكيد هتخفف عنه. والنهاردة بنحقق جزء، بكرة نحقق جزء أكبر، إنما لا سبيل تاني غير الحوار. لو تدور على نهضة البلد دي والفترات اللي البلد دي فيها زهزهت كده وازدهرت، بتبقى الفترة دي اللي تشارك فيها كل المصريين. طلع 1400 واحد من سجناء الرأي، رقم كبير جدا، وما زال في ناس بنطالب ان هم يبقوا موجودين. والمفروض ما نسمعش كلمة سجناء الرأي ولا كلمة سجين سياسي، خلاص العالم تجاوز القصة دي. احنا المفروض نحترم كل الآراء، المفروض نبني جدار الثقة. لو الحوار الوطني ده بحالة الاندماج واندماج الناس فيه وإدخال الناس في أحلامه وطلباته وطموحاته وإنهم يتفاعلوا ويلاقي كل الحاجات اللي هو محتاجها ممثلة جوه الحوار الوطني، هو هيشعر بإنه بيتملك هذا الوطن. الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. مجلس الأمناء وضع الزراعة ضمن المحور الاقتصادي لجلسات الحوار الوطني. أتطلع أن يتم
وأن تكون مخرجات لجنة الزراعة هو تفعيل المادة 29 من دستور مصر، واللي بتأكد على حماية الدولة للرقع الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، لأمل كبير أن يخرج الحوار الوطني بدعم للفلاح المصري وللريف المصري، ولعل مبادرة حياة كريمة اللي بتؤكد على تنمية الريف المصري أيضا نأمل أن يخرج الحوار الوطني بإجراءات لحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. الصحافة الحرة هي الضمانة لحوار وطني حقيقي وناجح. خلال الحوار الوطني بتتحقق مطالب بشكل دائم، ومع انتهائه نأمل أن يكون وضعنا مشروعا كاملا لأن يكون لدينا صحافة تعبر عن الناس بشكل حقيقي. المعارضة مكون مهم في الدولة، والمعارضة أصلاً ما بفلاخ من الشعب، واليوم رأي مختلف، فالحكومة لها اتجاه معين. المعارضة مش شرط يكون متصارع معها أو وجود معارضة يؤدي للمشاكل، بالعكس المعارضة ممكن تلاقي طرق جديدة غير الطرق اللي اتبعتها السلطة أو الحكومة، وبالتالي الاستماع للمعارضة ممكن يؤدي للوصول لحلول لمشاكل كتير. أنا كسياسي قديم كنت بتمنى أشوف اليوم اللي الحزب المصرية تتحرك فيه وتقوم بدورها الوظيفي. الناس اللي بيقول لك الحياة الحزبية المصرية أو هذا النشاط زائف، يعني هم عايزينه يبقى زائف، هم بيتمنوا يبقى كده. ولكن أعتقد أن تعاطي الأحزاب السياسية المصرية مع دعوة الرئيس الحوار وتعاطيهم بإيجابية شديدة هي الرد على هؤلاء. الأحزاب النهاردة بتعيش حياة ما كانتش موجودة من قبل بالشكل اللي احنا موجودين فيه النهاردة، بالعكس احنا بنعيش عصر حرية تامة، حرية رأي، حرية، وبنشوفها دايما في كل المواقف وفي كل الاجتماعات اللي سيادة الرئيس بيتكلم فيها، بيتكلم هو نفسه بيتكلم بحرية تامة، بيبقى صريح جدا مع المواطنين ومع الناس في كل القضايا اللي موجودين فيها. فالفترة اللي جاية هتبقى فترة انطلاق قوية للحياة السياسية في مصر، ومش الحياة السياسية بس، الحياة السياسية والحياة الاقتصادية وانعكاسها على الحياة الاجتماعية وانعكاسها على المجتمع بالكامل. ما ينفعش خالص يبقى في حاجة اسمها الناس كلها شبه بعض، بتقول نفس الكلام، بتقول نفس الأفكار، لا يمكن. التنوع هو الطبيعة، والتنوع هو اللي بيودي للتطور، وبيودي إنه الحاجات تبقى أكثر كفاءة، وده واحد من أهم المناقشات اللي جوه الحوار الوطني، فكرة فتح المجال العام، إن أنت تشوف الناس تشوف بعض، الناس تتكلم مع بعض بشكل حر، والناس تقول رأيها، الناس تقول ما فيش خوف من فكرة إن أنت تقول رأيك. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى مجرمة في القانون وفي أي دولة ديمقراطية في الدنيا هو خطاب التحريض وخطاب الكراهية. فطالما إن أنت ما تورطتش لا في التحريض ولا في الكراهية، أنت من حقك تقول رأيك بشكل كامل. أتمنى إن شاء الله إنه هو يكون محطة لانتقال مصر لفترة تشهد فيها رأي ورأي آخر، وده اللي بيحيي التقدم في أي مجتمع من المجتمعات. المرأة المصرية من حقها تبقى موجودة في الحوار الوطني، لأنه حوار وطني مجتمعي سياسي يجب أن يكون صوتها قوي، يجب أن تحط مطالباتها اللي بتحلم بيها البناتها على طاولة المفاوضات وطاولة الحوار. الحفاظ على استقرار الدولة المرأة المصرية شاركت فيه قبل كده وبتشارك فيه النهاردة وهتشارك فيه للمستقبل. إذا كنا هنتكلم على قضايا استثمارية أو محاور تخص الاقتصاد المصري، ما هي نص الاقتصاد. إن شاء الله أتوقع بقوة أن يكون صوت المرأة المصرية على كل القضايا واصل. الفترة اللي فاتت دي كانت هي الفترة التجهيزية، أخذت وقت طويل. النهاردة هننزل للمجتمع بمحاور مختلفة، كل محور هينعكس على نجاح أو هينعكس على مستقبل المرأة المصرية، مش النهاردة، لبكرة كمان. مهم إنه والحوار بيبدأ ومجرد ما ينطلق الناس تبدأ تشعر إنه في مخرجات بتخرج أول بأول من الحوار الوطني بتتماس مع حياتهم اليومية ومع أزماتهم المعيشية. ملف حقوق الإنسان مش بس تشريعات، ملف حقوق الإنسان إرادة سياسية وتشريعات. لو توفرت الإرادة السياسية وحصل نوع من تعديل التشريعات وفقاً للأجندة اللي اتحطت للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أفتكر إن إحنا هنبقى في وضع أفضل كتير جداً من الوضع اللي إحنا فيه. إحنا ابتدينا في الحوار الوطني فيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة منطلقين من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي كان الرئيس أعلنها قبل سنة وكام شهر. الاستراتيجية دي كانت بتتضمن في الحقيقة كل القضايا اللي كانت الحركة الحقوقية المصرية بتتكلم عليها. اللي عملناه في مجلس الأمناء إن إحنا حطينا هذه الموضوعات
على اللجنة، مش بغرض حاجة أكتر من المعاونة على تنفيذها، إزاي نقدر ننفذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي هي كانت أول وثيقة حكومية بتحط كل المشكلات الحقوقية على الأرض، إزاي نقدر ناخد ديا ويستطيع المنظمات الحقوقية المصرية ونشطاء الحقوقيين أنهم يعاونوا في عملية التنفيذ. سيكون هذا الحوار بداية لانطلاقة سياسية، انطلاقة للأحزاب السياسية، انطلاقة للقوى السياسية الموجودة أنها تجد لكلامها ولرؤاها ولأفكارها صدى، سيكون بارقة أمل. حقيقة أن الحوار الوطني يهم المواطن المصري في المقام الأول، ويصل الحوار إن شاء الله إلى توصيات وحلول لتحديات وشواغل تهم جميع المواطنين. ما يميز الحوار الوطني المصري الآن إن هو حوار رقم واحد يشمل الجميع إلا من تلوثت أيديهم بالدماء، رقم اثنين التشاركية في ترتيب الأولويات، علشان كده إحنا عندنا مساحة عريضة وواسعة للنقاش والحوار في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهذا ما يميز الحوار الوطني عن أي محاولات مشابهة وسابقة في التاريخ السياسي المصري. من الفترة اللي فاتت للعشر سنين جايين مصر هتبقى في مكان تاني وفي نقلة تانية خالص. الحزبية السياسية في مصر تحتاج إلى حوار وطني، ومن أجل هذا كان حوار وطني. إحنا النهاردة في عصر ذهبي للمرأة المصرية، عصر إداها حقوق وإداها حقها. في النهاية لما البلد بتحتاج إن الناس تمد إيديها ليها، بالتأكيد لازم كلنا نجري ونمد إيدينا ونساعد. الحوار الوطني خلال سنة فتح جسور، فتح قنوات اتصال، بقي شيء واحد، إن إحنا نتناقش بقى في أولويات العمل الوطني.